السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. اليوم عندنا المحاضره السابعه اللي هي بعنوان Input and Output Interfacing. بهاي المحاضره مالتنا مال هاي اليوم راح ناخذ ثلاث شغلات. الجزء الاول اللي هو يصحوا له Input Interfacing، الجزء الثاني يصحوا له Output Interfacing، الجزء الثالث راح ناخذ فتشي يصحوا له Multiple Source and Destination. زين، احنا بكل سيستم عندي اني هاي الباصز مالتي، هاي الباص مالتي، تمام. هاي الباص مالتي. زين، اني هناش عندي انبوت انترفيسنج للباص، ومن الباص يطلع لي شنو؟ يطلع لي اوتبوت انترفيسنج. طبعا هذا الاوتبوت وين ده يروح؟ ده يروح الى يصحوا له external devices، اللي هي شلون يعني احنا مثلا اذا بالحاسبة شلون الطابعات والى اخره. احنا اللي يهمنا بمحاضرتنا هذا اليوم راح نتعرف على شنو الانبوت انترفيسنج وشنو هو الاوتبوت انترفيسنج، تمام. طبعا محاضرة اليوم، هاي المحاضرة 90% من المعلومات انا شرح لكم اياها العام مرحله ثانيه، لكن لا بس الراجعها هي ان شاء الله محاضره مو طويله، خفيفه عليكم. زين، نجي على اول عنوان اللي هو انا عندي شنو، اللي هو الانبوت انترفيسنج. الانبوت انترفيسنج ايش دي يقول؟ دي يقول مصدر الباينري انفورميشن الصفر واحد هو عاده اوتبوت مال لوجيك جيت. صحيح، انا مثلا عندي جيت AND GATE OR GATE، أي GATE عندي. هاي الجيت الـ Output مالتها مو راح أدخل لها منها Input، الـ Output مالتها يصحوا له هو Binary Information. ليش؟ لأن الـ Output مال Gate هو ده يطلع لي أما 0 1، فلذلك مصادر الـ Binary Information هي الـ Output مال الـ Logic Gate. زين، طبعا مو بس الـ Logic Gate، عندي مثلا الـ Switches ايضا الاوتبوت مالتها، انتم شايفين السويتش لو اون لو اوف، هذا ايضا نقدر نعتبره من ضمن الباينري انفورميشن سورس، تمام. واحد من الانبوت انترفيسنج ديفايسز اللي هو الثري ستيت جيت، ثري ستيت جيت او التري ستيت بفر، التري ستيت بفر هذا عاده يستخدم لإدخال البيانات. شوفوا used to input data from devices to controlling system، عادة يستخدم لإدخال البيانات من الأجهزة إلى نظام التحكم. بقى احنا التري ستيت بفر وهاي العام كلها أخذناها، العام من أخذنا الميموري بالمعمارية شرحنا التري ستيت بفر وشرحنا شنو فائدته وليش اخترعوه وشرحنا البفر وشرحنا الفليب فلوب وشرحنا اللاتش وشنو الفرق بيناتهم، وقلنا ابسط مكون للذاكره اللي هو الدي لاتش، اصغر وحده تخزن. زين، هسه مراجعه سريعه لهاي المواضيع. التري ستيت بفر، طبعا احنا قبل ما نحكي بالتري ستيت بفر قلنا خلي نجي نشرح هنا، قبل لا نحكي بالتري ستيت بفر قلنا هاي البوابه اللي هي انفيرتر، وهنا بنهايتها هاي البابل، نهايتها بهاي البابل اللي هي يعني مثلث، فشي مثلث وبنهايتها بابل يصحوا لها انفيرتر او النود جيت. هاي شنو؟ يدخل واحد يطلع صفر، يدخل صفر يطلع واحد. قلنا العام اذا تتذكرون قلنا هاي البابل اذا لغيناها وصارت البوابه هيك، هاي يجي واحد يطلع واحد، يجي صفر يطلع صفر. فيعني يجوز واحد يقول يابا يعني هاي ما بيها فائدة، يعني هاي شنو فائدتها؟ يعني بالنهاية الاوتبوت نفس الانبوت، فاني ليش خالها؟ طبعا احنا العام جاوبنا قلنا هاي الاجابة ما راح تبين بالنظري الا بالعملي يلا تبين، فلذلك شنو نقول؟ نقول the answer is a practical issue is a practical issue for real circuit، يعني الجواب هو قضية عملية
من خلال دوائر حقيقية. زين شلون يعني؟ نجي على المثال اللي احنا ماخذيه، مثلا هاي دا يطلع منها دا يروح الاربع اجهزة، هذا device 1 device 2 device 3 device 4. خلنا نفرض تيار طلع منه، هذا التيار اللي طلع تقسم الى اربع اقسام وراح. خلينا نفرض يعني فرضيا انا هذا التيار الكلي هو اي، زين خلينا نفرض اني يستهلك نفس التيار، فهذا الاي راح يتقسم على اربعة، هذا الاي راح يتقسم على اربعة، فهنا راح يصير عندي اي على اربعة، وهنا هم عندي اي على اربعة، وهنا هم عندي اي على اربعة، وهكذا يعني التيار راح يتقسم على اربعة. زين خلينا نفرض اذا هذا قيمته عشرة، يعني هنا راح يصير اثنين ونص، هنا اثنين ونص، هنا اثنين ونص، هنا اثنين ونص. زين هذا على مود يشتغل خلنا نفرض يحتاج له سبعة امبير. زين انا الانبوت مالتي عشرة امبير، بس العشرة امبير جاي تتقسم على اربعة، فانا صارت كل واحد عنده اثنين ونص امبير، فراح يشتغلن ما راح يشتغلن. ليش؟ لان التيار استهلك على اربعة. فلذلك هو هاي فائدة هذا الشيء، هو هذا اللي راح يجي يصيحوا له بفر. هذا ايش راح يسوي؟ يجوا يخلوه هنا، مو عندي هذا المصدر مالتي، راح يجوا يخلوه هنا، يخلوه هنا ويخلوه هنا ويخلوه هنا وهنا، ومننا ينطيون الهذن الاربع اجهزه، مننا ينطون الهذن الاربع اجهزه. فهذا راح يقوي الإشارة، يرجع الإشارة مثل ما كانت، مثل ما كانت. يعني هنا عشرة متقسم على ذني الأربعة، هذا راح يرجع يقوي الإشارة، يصعد الليفل مالتها، يرجعها مثل ما كانت، يرجعها مثل ما كانت. فش دا يقولون بعد هذا الحكي اللي حكيناه؟ هذا طبعا انت العام كله ما أخذيه، بس لا بأس بالتذكير به. هاي وينه؟ هذا المثال اللي أخذناه، وهذا الديفايزز مالتنا. زين شوفوا، فهنا ايش يقول؟ يقول then the current can be posted back، يعني عزز او دعم المن الى القيمه الاصليه، الى القيمه الاصليه، فالاجهزه مالتي راح تشتغل. زين التري ستيت بفر هسه شنو؟ التري ستيت بفر يقول يابا هو نفس البفر، يعني البفر هسه البفر هو شنو؟ البفر هو عباره عن لوجيك جيت، اللي هي هاي هي تصير شكلها مثلث، يجيها واحد يطلع واحد، يجيها صفر يطلع صفر. زين التري ستيت بفر هو نفس البفر، بس شنو؟ بي صمام، يصيحوا له فافل، فافل صمام، يعني شلون صمام مال الحنفيه. هذا شنو؟ هو واحد يدخل له واحد يطلع واحد، ويدخل له صفر يطلع صفر، بس ايش وقت من هذا الصمام يكون اكتف، من هذا الصمام يكون اكتف. ايش قالوا؟ قالوا يابا أني إذا أجيب بفر، هذا البفر شلون عندك حنفية أفتح المي مالتها والمي راح يظل يجري 24 ساعة. زين أني مثلا جوز هسه محتاج المي، غسلت بي، سويت بي، مدري شنو، شربت مي، وراها ما أحتاج، أني ليش أبقي المي يمشي 24 ساعة؟ فراح أجيب صمام أسده، ومن أحتاجه أفتحه. هنا هاي انسياب البيانات، هاي تسوي لي مشكلة. أفرض عندي هذا يعني هذا باص، وهنا مربوط جهاز، هنا مربوط جهاز ثاني، هنا مربوط جهاز ثالث. إذا هن كل الأجهزة شغالات على الباص ما راح نقدر نشتغل. فأنا أجيب صمام أقفل هذا، أقفل هذا، أستخدم مثلا بس هذا، وراها أقفل هذا، أستخدم مثلا بس هذا. فهو هذا فكرة التري ستيت بفر. إذن التري ستيت بفر هو بفر بس بي فافل، فافل يعني شنو؟ يعني بي صمام، من هذا الصمامات يكون أكتف، الشكو بالانبوت يطلع بالاوتبوت. التري ستيت بفر عندي نوعين، اما نوع يكون اكتف هاي او نوع يكون اكتف لو. يعني الاكتف هاي من هذا يكون واحد، من هذا يكون واحد، هذا يكون شغال. من يكون صفر لا مو شغال، الاوتبوت مالتي زد، يعني هاي امبيدنس، يعني ممانعه، كل شيء ما يطلع لي. هذا من يكون صفر هنا واحد يطلع واحد، هنا صفر يطلع صفر.
بس هذا مني يكون واحد لا هنا ماكو اوتبوت راح يطلع لي زيت هاي امبيدس. فهو هذا التري ستيت بفر. هاي اذا تشوفون دا يقول التري ستيت بفر، تري ستيت بفر هو فافل صمام يعني بي اكتف هاي وبي اكتف لو. دا تشوفون هاي اكتف هاي واكتف لو. هذا ايش يقول؟ دا يقول اذا هنا عندي واحد يطلع لي واحد، عندي صفر يطلع لي صفر، بس ايش وقت من ها من هنا واحد، هنا عندي واحد يطلع واحد، هنا صفر يطلع لي صفر، بس ايش وقت من هنا عندي صفر. تمام، هو هذا التري ستيت بفر. الاوتبوت مالتي اذا كان بالعكس راح يطلع لي زد، يعني اذا ما كان اكتف راح يطلع لي زد. وهاي الحالات مالته زين. اذا كان عندي تري ستيت بفر هنا 32 انبوت، يعني 32 لاين، والاوتبوت مالتي 32 لاين، فهذن كل هن راح يشتغلن بفافل واحد بصمام واحد. يعني اذا هذا كان اكتف ايش موجود عندي هنا بال 32 لاين راح يطلع هنا، واذا هذا ما كان اكتف ما راح يطلع لي شيء. هاي امبيدنس راح يطلع لي شنو؟ هاي امبيدنس. فهنا شي يقول هذا شي صحوله يصحوله ملتيبل تري ستيت بفر. اذا تشوفه ملتيبل تري ستيت بفر ايش دا يقول؟ دا يقول اذا انا عندي هنا 32 لاين من الصفر لل 31، فالاوتبوت مالتي ايضا من الصفر لل 31، وهاي الكنترول مالتي. هاي الكنترول ايش عندي بالانبوت يطلع بالاوتبوت. تمام، فايش دا يقول؟ دا يقول بهاي الكيس هذين ال 32 كلهم يشتغلون بكنترول سيجنال واحد. زين، هنا السؤال ليش اخترعنا التري ستيت بفر؟ ليش اخترعنا التري ستيت بفر؟ طبعا هاي ليش اخترعنا التري ستيت بفر تونا جاوبناها. ايش يقول؟ دي يقول باعوا، افرض عندي هذا الباص، هذا باص، هذا الباص عباره عن 32، هذا الباص ربطنا به ثلاث اجهزه 1 2 3، هذا الجهاز 32، هذا الجهاز 32، هذا الجهاز 32. زين زين، اني اذا هذا الجهاز اشتغل وهذا الجهاز اشتغل وهذا الجهاز اشتغل، هذا الباص راح ياخذ البيانات مال هذا الجهاز لهذا الجهاز لهذا الجهاز، ما راح يعرف الاولويه لمن، راح يصير عندي تداخل بالمعلومات وهذا شيء غلط. فهنا شنو نربط؟ نربط تري ستيت بفر، وهنا نربط تري ستيت بفر، وهنا نربط تري ستيت بفر. الديفايس اللي يريده يشتغل نشغله، مثلا هذا يريده يشتغل هنا نفعل هذا ننطي واحد، وهنا ننطي صفر صفر، فبس البيانات مال هذا الجهاز راح تجي على اللاين مالتي، بس البيانات اللي على هذا الجهاز راح تجي على اللاين مالتي، والباقيات يكون انطافيات. تمام، فهذا هنا ايش يقول؟ دا يقول there are three devices، كل ديفايس ب 32 بت. زين، وكلهم مربوطات على بص 32. زين، احنا نريد نمنع تداخل الأجهزة مع أحدها الآخر، فبيج حالة على مود الحل هاي المشكلة راح نربط تري ستيت بفر وراح واحد منهن يشتغل. زين، هذا مثال ثاني. هذا مثال ثاني. شنو هذا المثال الثاني؟ طبعا هذا المثال ايش يقول؟ دي يقول همين عندي هذا A B C D وعندي هنا أربع وايرات، ياهو من ذن اللي راح يشتغل؟ هنا أنا رابط هنا تري ستيت بفر، تري ستيت بفر، وكل واحد من ذن اللي تري ستيت بفر الانيبل مالته رابطه على ديكودر. فهنا إذا عندي صفر صفر راح يشتغل أول واحد اللي هو الـ A، صفر واحد راح يشتغل عندي الـ B، واحد صفر راح يشتغل عندي الـ C، واحد واحد راح يشتغل عندي الـ D. تمام؟ من ضمن الأمثلة هذا المثال أيضا العام كنا ماخذين بمادة المعمارية، هذا اللي هو هنا عندي تري ستيت بفر وهنا تري ستيت بفر، قلنا البيانات قد تكون من الـ A إلى الـ B، وقد تكون من الـ B إلى الـ A، وقد تكون باي دايركشنال. تمام، هذا مثال أيضا ذكرناه. هذا فيما يخص شنو؟ فيما يخص الانبوت انترفيسينج، فيما يخص الانبوت انترفيسينج. هاي السمري مالته، السمري الملخص يقول التري ستيت بفر هو جهاز يسمح لنا نسيطر
على الاوتبوت سيجنال مالتي، ياهو اللي يصير على الباص وياهو اللي ما يصير على الباص، تمام؟ عن طريق فابل صمام، صمام اكتف البيانات مال هاي الجهاز هي راح تروح على الباصز مالتي، مو اكتف ما راح تروح. هذا كل ما يخص موضوع الانبوت انترفيسنج. زين الاوتبوت انترفيسنج، الاوتبوت انترفيسنج هاي اهم العام اخذناها، اللي هي شنو هي؟ اللي هي الفليب فلوب او اللاتش، الفليب فلوب او اللاتش، عاده هي الفليب فلوب. فباعوا شنو يقول؟ دي يقول this type of interfacing used، يعني باعوا انا ايش عندي؟ مو عندي هذا الباص، هذا الانبوت اللي هو التري ستيت بفر على سبيل المثال، هذا الاوتبوت، الاوتبوت اللي هو هذا، هذا هسه احنا اللي بنشرحه. ايش دي يقول؟ دي يقول this type of interfacing الاوتبوت ياخذ البيانات من الباص، ياخذ البيانات من الباص مالتي، وين يوديها؟ يوديها الى external devices. زين مثل شنية؟ مثل الدي فليب فلوب. زين قبل ما ندخل بالدي فليب فلوب، الفليب فلوب هو شنو؟ الفليب فلوب قلنا احنا اذا تذكرون العام قلنا بمجال الالكترونيات، الفليب فلوب هو عبارة عن دائرة بها حالتين، يعني تعطيني حالتين اما واحد او صفر، واقدر استخدمها بنفس الوقت على مود اخزن بيت واحد، بيت واحد. الفليب فلوب قلنا هي يصحوا لها الفندمنتال بيلدينج بلوك، يعني البنية الأساسية بالإلكترونيات، دائما بالكمبيوتر بالكوميونيكيشن بالتطبيقات الأخرى لازم أستخدم الفليب فلوب. زين الفليب فلوب واللاتش تستخدم لخزن البيانات، تخزن بيت واحد، يعني تخزن بداخلها حالة واحدة أما واحد أو صفر، وتعتمد على الحالة السابقة. تذكروا بالأول بمرحلة أولى من أخذتوا موضوع الفليب فلوب واللاتش اللي هو الدي فليب فلوب والأس آر والجي كي والتي فليب فلوب، وحتى اللاتشات همين كانت تعتمد على الحالة الحالية والحالة السابقة. زين الفليب فلوب شنو؟ دي يقول الفليب فلوب استخدامه وايلد يوز، يعني استخدامه واسع، استخدامه كلش واسع. زين وايضا يصيحوا له الديتا فليب فلوب او الديلي فليب فلوب، احنا عاده ننصح للدي فليب فلوب. هذا الدي فليب فلوب شلون يشتغل؟ او هو بصوره عامه الفليب فلوب كله شلون يشتغل؟ الفليب فلوب شلون يشتغل؟ اللاتش شلون يشتغل؟ البفر شلون يشتغل؟ البفر عرفناه ايش موجود بالانبوت يطلع لي بالاوتبوت. زين التري ستيت بفر ايش موجود بالانبوت يطلع بالاوتبوت، بس لازم الانيبل مالتي يكون اكتف. زين الفليب فلوب واللاتش، اللاتش اللاتش بي انيبل، الفليب فلوب بي كلوك. اللاتش ايش موجود بالانبوت يطلع بالاوتبوت، بس لازم الانيبل اكتف، لازم الانيبل اكتف. زين الفليب فلوب لا يشتغل ويا الكلوك، هاي الكلوك، هاي كلوك واحدة، هاي كلوك اثنين، هاي كلوك ثلاثة. الفليب فلوب ايش موجود بالانبوت يطلع بالاوتبوت بس بشرط اما يشتغل بالرايزنج ايدج او بالفولنج ايدج، يعني اما في صعود الكلوك او في نزول الكلوك. زين هسه بس خلينا نفهم شغله واحده، البفر ايش موجود بالانبوت يطلع بالاوتبوت، اكو واحد يطلع واحد، اكو صفر يطلع صفر. التري ستيت بفر ايش موجود بالانبوت يطلع بالاوتبوت، بس لازم الانيبل مالتي اكتف. زين هسه احنا قلنا اللاتش ايش موجود بالانبوت يطلع بالاوتبوت، بس لازم الانيبل اكتف. زين بهيج حاله شنو فرق عن التري ستيت بفر؟ لا اكو فرق، التري ستيت بفر من الانيبل يصير مو اكتف، هنا بعد ما عندي اوتبوت زد هاي امبيدنس، هنا لا من الانيبل يروح يظل محتفظ باخر قيمه، دائما اخر قيمه تظل اوتبوت، يظل محتفظ باخر قيمه، وهذا يخزن بداخله بيت واحد هنا ما بيخزن. زين الكلوك شنو؟ نفس الشيء،
شكو على الانبوت يطلع على الاوتبوت بس ايش وقت، اما في صعود الكلوك او في نزول الكلوك. بس اذا الكلوك لا صاعده ولا نازله يعني منا لهنا او منا لهنا، يظل يطلع لي اخر قيمه وبداخله يخزن بيت واحد يظل محتفظ باخر قيمه. هو هذا الفرق بين الفليب فلوب واللاتش والبفر. فهذا هو شرح الفليب فلوب. هذا الفليب فلوب واللاتش هو شيء يصيحوا له انبوت، يصيحوا له الاوتبوت انترفيسنج. زين ادي فد شيء يصيحوا له مالتيبل سورس اند ديستنيشن، يعني اكو بفرات وفليب فلوبات صمموها بحيث صارت هي انبوت وهي اوتبوت، مثل هذا ال 74 LS 374. طبعا هاي المحاضره الجايه ان شاء الله محاضره كامله اسمها انبوت اوتبوت انترفيسنج وبروجرامبل ديفايسز، يعني محاضره كامله راح نحكي بيها على اجهزه هي انبوت وهي اوتبوت بنفس الوقت. فمثل هذا ال 74 LH هذا عباره عن لاتش، هو انبوت وهو اوتبوت. زين هاي ان شاء الله نوضحها بصوره اكثر بالمحاضره الجايه. هاي اسئله، شنو الفرق بين البفر واللاتش عرفناه، شنو الفرق بين اللاتش والفليب فلوب ايضا عرفناه، وهاي الاجابه مالتها. لهنا اكون اتمنى استفاديتوا من المحاضره. اي سؤال عندكم تقدرون تتواصلون وياي. تحياتي لكم.